مساء الخير. النهاردة هنقدم أول لعبة بتقدم فكرة علمية للأطفال. عايزة أعلم الأطفال النهاردة حاجة عن مفهوم الظل. إزاي أعلم الأطفال حاجة عن الظلال وإن الظل ده بيكبر وبيصغر وبيتأثر بالضوء بطريقة بسيطة جدا تتقدم في ركن الاكتشاف أو في مركز العلوم أو ركن العلوم أيا كان المسمى اللي أنت بتسميه في قاعة النشاط. عندك أنا مش محتاجة أكتر من كرتونة زي كده. الكرتونة دي هعمل لها هفتحها فتحة من قدام، انا بعمل لعبة علمية دلوقتي وعايزة اعمل لها فتحات من الجنب ده والجنب ده واغلفها بشكل جمالي زي كده. فهعمل ايه؟ انا عايزة اعمل واحدة زي دي بالضبط. ادي عندي علبة اهي، علبة اي علبة عندك، رسمت دايرة من هنا ورسمت خطوط من هنا وهاجب المشرب بتاعي وهبدأ افرغ الدايرة دي بالشكل ده. ادي اول حاجة عملتها مصدر للضوء. انا عايزة اعمل للأطفال حاجة كده زي كاميرا، عايزة اعمل لعبة علمية تشبه الكاميرا وتأثير الضوء على الاشياء وانا بلعب معاهم بالاشكال الظلية الملونة والمعتمة والمنفذة للضوء والشبه منفذة للضوء، علشان اعلم الاطفال ان في اجسام ما بتنفذ الضوء واجسام بتنفذ الضوء واجسام شبه منفذة للضوء. عايزة اعمل برضو هنا وهنا مساحة قطع. هعمل كده بالمشرط وهحاول امشي فيه كده. تقطعيش للاخر طبعا، عايزة كده بس. معايا هعمل التاني. طبعا العلبة لازم تكون ملونة وشكلها حلو، بس لون واحد مش عدة الوان، مش تروحي تعمليها ملونة وفيها الوان بتلمع، فاللي يجذب الطفل الشيء اللي بيلمع. انا مش عايزة الطفل ينجذب للعلبة، العلبة مجرد اداة، انا عايزاه يشوف اللي داخل العلبة. بحاول بالعصا اوسعها شوية، اوسع الفتحة دي شوية. الشكل ده ومن الجهة دي كمان. من الجنب ده والجنب ده نفس الشيء، هعمل في الجنب الثاني. قصينا الجوانب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، واخدت جزء ثاني قصيته بالشكل ده برضو، كان نفس الطريقة ديت. عملت شق بالورق مربع كده وشلت الجزء اللي في الوسط واخدت ده بس، وجبت قطعة شفافة عادية وهلصقها على الجانب ده كده. بس هصغرها شوية كمان. هلصقها هنا كده. ثبت الشم. ممكن الباتكس المسدس لسه بارد. بجيب الشفافة دي بحطها هنا، بتديني السطح ده كويس، بسيبها تنشف. وبعد كده بعد ما تنشف همررها في الفتحات اللي انا عملتها. ما تنشف شوية همررها في الفتحات دي كده بحيث انها تدخل هنا كده.
الرف ده كويس، وهجيب اشكال وهبدا استخدم الجهاز اللي قدامي ده وهقول لك نستخدمه ازاي. دي اللعبه اللي انا عملتها مع الاطفال في ركن الاكتشاف. عايزه اعلم الاطفال ان كل شيء في الدنيا له ظل، والظل ده بيكبر او بيصغر مع الضوء. لو انا عملت الرف زي ما انتم شايفين كده وقلت للاطفال، جبت الاطفال مجموعه من الاشياء وقلت له حط، انا عايزه اشوف الظل بتاع الوزه دي اشوفها فين، فحطها، فجت طفله حطها هنا، الظل بيبان له تحت هنا، بيبان له ظل كبير. طيب ايه كمان انا عايزه اعمل ظلال تانية؟ طيب جرب كده، حط كمان عايزه ظل للاخطبوط ده كده، ظل كبير. ايه كمان؟ نبدا نجرب. دي كلها حاجات. طب هل الظل بتاع الاخطبوط ده ملون تحت ولا مش ملون؟ لونه ايه؟ طب انا عايزاه ملون، ينفع؟ ينفع يديني ملون؟ طيب الحصان دوت لو انا حطيته كده ملون ولا مش ملون؟ ليه ملون؟ دي الأسئلة والحوار والنقاش اللي بتدور بين المعلمة والأطفال في ركن الاكتشاف. وتحطي بقى أجسام معتمة وأجسام بتنفذ الضوء وأجسام شبه مثقبة، جزء بينفذ الضوء وجزء لا، ويبدأ ممكن كمان تحطي أشكال كده صغيرة. طيب الأشكال هنا كبيرة قوي، الضوء نازل عليها وبقت كبيرة قوي، طب أنا عايزها صغيرة أعمل إيه؟ عايزة الطفل يعرف أو يفهم فكرة لما أقرب من الضوء ولما أبعد عن الضوء الظل بيتغير وحجمه بيتغير. فهشيل الشاشة اللي أنا عاملاها كده وخلي الأطفال يشلوها، وأقول للطفل جرب تحط الشاشة تحت، بلاش تحطها فوق، جرب تشبك الشاشة في الفتحة اللي تحت وشوف كده الظل هيبان إزاي، هيبان لونه إزاي. وهبدأ أحط الشاشة بتاعتي رقم 2 أهيت، وأضبط الضوء بتاعي تاني، وابدأ أقول للأطفال فاكر الفراشة لما حطناها كان الظل بتاعها كبير ولا صغير؟ بص تحت كان كبير ولا صغير؟ يبقى لما بعدت عن الضوء إيه اللي حصل للظل؟ طيب إيه كمان؟ تعال نشوف حاجة تانية ملونة. الدمية دي، دمية عروسة البحر، كان الظل بتاعها فوق كبير ولا صغير؟ لما نزلتها تحت ايه اللي حصل؟ طيب دي كمان الوزة وهي فوق كنت قادر تشوفها كلها ولا لما نزلت تحت شفتها اكتر وشفتها اوضح؟ طيب نشوف كمان دمية، تعالى نركب مع بعض دمية نشوفها كده. وجبتي له مثلا دمية عروسة البحر، ادي الراس بتاعتها نقرب، وادي جسمها نضبطه، وادي الذيل بتاعها نحطه هنا، كون بالظلال اشكال. يبدا الطفل يكون اشكال، واشكال بعضها معتم وبعضها مضيء وهكذا. ممكن كمان بعد ما العب اللعبه دي ممكن كمان اعلمه حاجات عن الاشكال الهندسيه. المربع له ظل مربع، معتم ولا مضيء؟ على حسب هو بينفذ الضوء ولا لا ينفذ الضوء. طيب عندي مربع تاني لونه احمر، ايه رايك الظل بتاعه لونه ايه؟ طيب ليه بالشكل ده؟ عندي ايه كمان؟ عندي دايره الظل بتاعها لونها ايه؟ طيب وليه؟ يعني اذا بتستخدمي اسلوب المناقشه والحوار مع الاطفال عشان يعرف الظلال والقريب والبعيد والضوء بيعمل ايه في الظل ده، وبتستخدمي لعبه بسيطه بالشكل ده. نكمل نفس الفكره بتاعه الظل. كل اللي محتاجاه ان انت تكملي وتحطي صندوق ابيض كده وتحطي ترسمي اي شكل انت عايزاه علشان تعرفي الطفل نفس الفكره بتاعه لو قربنا وبعدنا عن الظل ايه اللي بيحصل. انا رسمه دايره هنا اهي، وهجيب للطفل دايره صغيره وابدا اقول له انا عايزاك تخلي الدايره دي قد الدايره دي، فالطفل هيعمل كده صغيره، طب انا عايزها قد دي، طب ابعد ولا اقرب، ابعد ولا اقرب، يبدا يبعد لحد الدايره ما تبقى على قد الدايره. فيبقى يتعلم كده من خلال العمل ده انه ببعده او قربه من مصدر الضوء الظل بيكبر وبيصغر، وبالتالي الاطفال مش هيخافوا من الظلال لما يشوفوها مرسومه والظل مش قد الجسم اللي هو شايفه. احيانا الظل بتاعك يبقى كبير، الظل بيبقى صغير. يبقى اللي بيتحكم في بعد وفي كبر وصغر الظلال البعد والقرب. قدمنا فكره الدايره والبعد والقرب من الدايره علشان يشوف الحجم. ممكن كمان تعملي اشكال كتيره، ممكن زي كده مربع وتجبر الطفل المربع ويبدا برضه يقرب
ويبعد عن المربع ويشوف امتى هيبقى قده، لما يبعد ولا لما يقرب من الضوء. ممكن كمان ترسمي شكل زي كده. نبدا بقى ندخل على الاشكال ونبدا نضبط. انا عايزه الاوزه دي تبقى قد الاوزه دي، اقرب ولا ابعد، علشان يعرف ان الاجسام بتتغير ظلالها بالقرب والبعد من مصدر الضوء. ده كان مفهوم الظل في ركن الاكتشاف او ركن العلوم، وتقدري تعملي منه حاجات كتيرة جدا. اذا عجبك الفيديو اشتركوا في قناة هاند ميد توي وفعلي الجرس ليصلك كل جديد.